الطقس العرب في الأردن، أسعد الله مساءكم بكل خير. يسود الطقس صافي هذه الليلة في العاصمة عمان مع 22 درجة مئوية، الرطوبة حوالي 52% والرياح تكون خفيفة لمعتدلة السرعة شمالية غربية الاتجاه. التفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد بإذن الله، نبدأ شمالا إربد 30 إلى 19، المفرق طقس صافي 33 إلى 20، جرش 31 إلى 19، وعجلون 28 إلى 17. بالنسبة للمنطقة الوسطى، البلقاء 32 إلى 21، الزرقاء 33 إلى 23، العاصمة عمان 30 إلى 21، مأدبة 31 إلى 20، والبحر الميت 38 إلى 26. المنطقة الجنوبية، الكرك 28 إلى 18، الطفيلة 29 إلى 19، الشوبك 28 إلى 19، معان 33 إلى 20، والعقبة 39 إلى 26. المنطقة الشرقية، الأزرق طقس صافي 37 إلى 22، الصفاوي 37 إلى 21، ورويشة 38 إلى 22. إلى اللقاء.